بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الآن أن ألتقي بأحد الإخوة المشاركين في مسير عبري والاسم الكريم سالم بن حمد بن سعيد أبو فرقي من فريق دوايك بهلا فريق مسير التحمل تابع لنادي بهلا. ما أهمية مشاركة الفريق في هذا البرنامج؟ والله هي أهمية المشاركة حقيقة يعني تهدف لأشياء كثيرة. نعم. منها الانسجام مع فئة كثيرة من الشباب والتعرف عليهم ومن ثم بعض المناطق السياحية في مختلف الولايات. جميل. ما الذي يميز برنامج اليوم في عبري؟ والله يميز على هذا الكم الهائل من الشباب حقيقة خيرة الشباب وتواجدنا معهم. نعم. على هذا المسير وحقيقة يدل ذلك على حسن التنظيم. نعم. وحسن تنظيم هذا المسير حقيقة يجب الامتثال. نعم. على هذا الكم الهائل. نعم. هذا يحتاج له جهد رسالة تحب توجه للمشاركين. والله نتمنى للجميع المشاركين والذي لم يأتوا ويشاركوا بعض الفرق في معظم الولايات. نعم. يهتموا بهذا المسيرات الطيبة. نعم. لما لها منفعة خاصة وعامة للصحة. بارك الله فيك. سعدت الحديث إليك. وفقك الله. إن شاء الله.